حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي والسعادة وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وكبار الضباط العسكريين والمدنيين. يأتي هذا الحفل في هذا اليوم الخالد تكريما من لدن جلالة القائد الأعلى عزه الله لقواته المسلحة الظافرة بجميع ألويتها وتشكيلاتها ووحداتها ومنتسبيها على دورها الوطني المشهود وإخلاصها النبيل لواجبها المقدس في الذود عن عرين الوطن.